وللمزيد حول تطورات المشهد في أفغانستان وردود الفعل الإقليمية والدولية على تقدم طالبان على حساب الحكومة في كابول، ينضم إلينا عبر الهاتف من كابول فضل القاهر قاضي. أهلا بك سيد فضل. يعني تقدم سريع لحركة طالبان منذ خروج القوات الأمريكية من قاعدة باغرام، ما أثر ذلك على وضع الحكومة في كابول، لا سيما وأن الحركة سيطرت على أغلب المعابر الحدودية كما تعلم؟ تفضل. شكرا جزيلا على شكرا على الفرصة. كذلك لا شك أن سرعة الانتشار السريع لحركة طالبان، طبعا منذ أن أعلن القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان، أعتقد لا شك أنها لها انعكاسات على الحكومة وكذلك أيضا على الوضع الميداني. لكن الذي أراه أعتقد أنه يعني لا شك أنه هناك حركة طالبان أعلنت أنها أنها سيطرت على المناطق التي التي تحد خاصة الجوار، وكذلك الشمال جنوب شمال غرب أفغانستان خاصة المناطق الشمالية. لا شك أن الحكومة الآن بدأت أنها أيضا تريد أن تحل مشكلة أفغانستان بشكل سلمي، وأعتقد أن المؤتمر الذي عقد في قبل أيام في الدوحة كانت البيان مشترك كان على حل سلمي للقضية الأفغانية. سيد فضل، يعني أمس الثلاثاء استهدفت طالبان القصر الرئاسي في كابول، ما الرسالة التي أرادت الحركة إرسالها من قصفها القصر؟ في الواقع أعتقد أنه اللي حصل قبل يوم بالأمس عندما كان الرئيس يؤدي صلاة العيد مع المسؤولين وكبار المسؤولين في العاصمة كابول، القذائف اللي استهدف فيها أمام قصر رئاسي يقال أنها تنظيم القائد تنظيم داعش أعلنت عن تبني هذه القصر. لذلك أعتقد أن طالبان لم تعلن لم تتبنى أو أي جهة لم تتبنى مسؤولية العديد. سيد فضل، في تحول سريع أعلنت طالبان أيضا وقفها العمليات العسكرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك. السؤال هنا، كيف تقرأ القرار وأسبابه التي تقف وراءه؟ شكرا. طبعا لا شك أنه كما نعلم في الأيام في الأعياد الإسلامية السابقة حركة طالبان التزمت وتبنت وقف إطلاق النار، وهذا شيء طبعا متعارف. لكن الذي أعتقد أنه في هذه المرحلة، نحن كما نعلم قبل العيد كان هناك لقاء حصل بين الفرقاء الأفغان في الدوحة، أعتقد أنه هذا بداية لمشهد ربما نشهد مرحلة جديدة خلال المفاوضات من المفاوضات المرحلة القادمة. نعم. في إلى السؤال الأخير الآن في السياق، تتحرك الدبلوماسية في العالم لإعادة ضبط معايير الصراع في أفغانستان. السؤال هنا، إلى أي مدى ترى أن هذا التحرك الذي يؤثر على أطراف دولية عدة، إلى أي مدى سيفتح الباب أمام تدخلات دولية أوسع من ذلك الذي كان مقتصرا على أمريكا فقط؟ السؤال ما فهمت آخر. نتحدث عن فكرة التدخلات الدولية، سابقا كان التدخل في أفغانستان مقتصرا على أمريكا، الحديث عن حراك دبلوماسي عالمي، إلى أي مدى يمكن أن يؤدي إلى تدخل دول متعددة في الوضع الأفغاني بدلا من أمريكا فقط؟ طبعا لا شك أنه كما نعلم أنه كانت المرحلة كما ذكرت الولايات المتحدة التي كانت تقود الولايات المتحدة كانت هي التي تسيطر على الوضع، لكن الآن أعتقد أن هناك دول أخرى يعني من ضمنها الصين. يعني تعلم بأن الصين لديها مصالح، وكما ذكر حركة طالبان قبل فترة بأنها يعني مستعدة كي تتعاون مع الصين مع الدول أخرى، خاصة الصين كدولة مهمة يعني تستطيع أن تستثمر في أفغانستان إذا جاءت طالبان للحكم. أعتقد أن هذا شيء. نعم. المحلل السياسي فضل القاهر قاضي، كنت معنا عبر الهاتف من كابول، شكرا جزيلا لك.